السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم عندي. واليوم قراءه لعزيزي برج الجدي الشمسي والقمري والطالع. ولا تنسوا انها قراءات معممه، قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او كليا، وقد لا تنطبق على البعض الاخر. لذلك خذوا ما ترتاحون اليه من الرساله وما ينطبق على حياتكم ومشاعركم ووضعيتكم، والباقي خليه يرجع للكون في سلام، فهناك شخص اخر يحتاج لهذه الرساله. لا، هي قراءة لشهر جوان أو يونيو أو حزيران. ولنبدأ، غادي نشوفوا ما هي القراءة، ثم غادي ناخذوا نصيحة من الملائكة، ملائكة الحب والنصيحة السحرية. كنتمنى لكم حظ سعيد، حظ سعيد، حظ سعيد يا ربي الحبيب. واخا وكونوا لي يعني ارتاحوا ارتاحوا، فإيمان لم تنساكم وسنعود، يعني سأقوم بكل يعني ما تطلبون مني، المواضيع التي غير كتبوا لي في التعليقات وأنا كنسجلها، وغادي ندير كل شيء، داك الشيء اللي كتطلبوا مني. واخا إذا كنتمنى لكم حظ سعيد، حظ سعيد، حظ سعيد يا ربي الحبيب. بسم الله لنبدأ. تريد أن تتكلم؟ الله، واخا عزيزي برج الجدي، أرى أن البعض منكم غادي تبداو عمل جديد لكن بعيد شيئا ما عن البيت. واخا يعني غادي تبداو عمل لكنه بعيد شوية من الدار. واخا البعض منكم سيتلقى مال، يعني غادي توصل لكم فلوس بعد بيع ممتلكات. واخا والبعض الاخر اراكم متوترين، نعم، لانكم تنتظرون نتيجة تحاليل طبية، يعني خايفين شوية، يعني انتم البعض منكم خائفون لانكم تنتظرون هذه التحاليل الطبية، لكن يقول الكارت ان النتائج ان شاء الله ستكون ايجابية. والبعض الاخر منكم عندكم امتحانات مهمة بزاف، امتحانات مهمة، ربما البعض منكم يفكر في الدراسة في بلد آخر وحتى في قارة أخرى، في قارة آسيا، يعني في آسيا أو في أوروبا أو في أمريكا، نعم. وطاقتك عزيزي هذا الشهر هي النشاط، نعم النشاط، يعني راه يعني طاقتك هي أنك تريد أن بغيتي دير بزاف ديال الأشياء، تريد أن تفعل أشياء كثيرة. واخا بالنسبة اللي كتقولوا لي يعني لا تتكلمي بالدارجة المغربية، أنا نعم أتكلم بالدارجة المغربية وأحيانا يعني بالفرنسية أقول كلمة أو كلمتين، لكن بعد ذلك أنا يعني أترجمها باللغة العربية الفصحى. واخا نعم، لأن يعني كل ما أقوله أعيده من جديد باللغة العربية الفصحى، لكن اتركوني أن أكون عشوائية، الله يخليكم، فأنا أتكلم يعني كيف ما كتخرج لي، ولست عشوائية 100%، يعني لست عشوائية، يعني نعم لست عشوائية وشفافة 100%، فأنا أتكلم لغات أخرى. إذا لنواصل، قلنا أن طاقتك عزيزي برج الجدي طاقتك هي النشاط، تريد أن تتحرك، يعني فيك طاقة، أنت مليء بالطاقة والحيوية، نعم. والكون عزيزي عندك كارتات رائعة رائعة رائعة، كارتات جميلة جدا، والكون يعني بجانبك، يعني المساعدة والحماية السماوية الربانية ستساعدك لتحقيق أهدافك ولتصل إلى كل ما تريده، نعم. كذلك أرى أنك يعني سترى أشخاص لم تراهم منذ فترة طويلة، وغادي تفرح بزاف، ستفرح كثيرا، غادي تشوف ربما أهلك أو أحبابك، لكن أرى أنك ستفرح كثيرا لأنك سترى شخص أو أشخاص، نعم ستفرح بزاف. بالنسبة للعزاب عزيزي برج العزاب، أرى أن هناك شخص كان يراقبك منذ زمن بعيد، نعم. هذا الشخص طاقته نارية، نعم نارية، قوس برج، عفوا برج قوس
انا راني مريضه ما تديوش عليا اليوم، ربما انا ساتفوه بكلام لاني يعني في كيحرقني راسي، يعني في وجع الراس، الم، نعم وجع الراس. لذلك يعني انا اسفه، سامحوني. واخا المهم قلنا ان العزاب هناك كان شخص يراقبك منذ زمن بعيد، شخص كان مغرم، نعم، وكذلك كان في بالك، وطاقته طاقة نارية، يعني هذا الإنسان قد يكون أسد أو قوس أو حامل، نعم، وهذا الإنسان كان يحبك ربما في السر، في صمت، وأنت كذلك، يعني هو كذلك كان في بالك، نعم، أنا أرى أن حب متبادل، لكن ربما في السر، هذا الإنسان كان معجب بك وأنت كذلك، نعم، وأخيرا أخيرا عزيزي يقترب، يعني ستنتهي هذه المرحلة أخيرا، سيقترب، ويعني جميلة بزاف، هذا الإنسان سيقترب، لكن كانت لديه عوائق تمنعه من الاقتراب، لكن هو أدرك أنك أنت الشخص الذي يريده، ويريد أن يتحكم أخيرا في حياته، لأن هناك طاقات سلبية، طاقات سلبية، هناك امرأة تتحكم في هذه العلاقة عزيزي، نعم، هناك امرأة، هذه المرأة يعني حاولت، البعض منكم ربما يعني البعض منكم ربما يعني كنتم يعني على وشك أن تبدأوا العلاقة، لكن فرقتكم، يعني هي دائما تبني هناك، يعني كتبني حائط أو جدار بينكما، نعم، وكتفرقكم، نعم، لكن عزيزي هو أدرك أنك شخص مميز بزاف ومهم جدا جدا في حياته، وأن ما يشعر به أكبر من تلك العوائق، كارت جميلة بزاف، وأراك أنت عزيزي تستمع لأغنية عندما تفكر في هذا الشخص، وتستمع لهذه الأغنية مرة والأخرى والأخرى، وتفكر في هذا الحبيب، الله، هذا حب جميل جدا، هذا حب قوي، عشق، شغف شديد متبادل، ويفكر أنك الشخص الذي يريده في حياته، نعم، الله، شحال زوينة، قراءة جميلة بزاف، التي خليوني، نعم. هو يحس بأن يعني بالنقص عندما يكون يعني بدونك، يحس بالنقص، يعني شوفوا ثلاثة الكارت، يحس بالنقص، يحس بالفقر عندما يكون بعيد عنك، الله، وهذا ما يريده، شوفوا الكارت الأخيرة، كارت الحب، الحب، الله، توأم الروح، الله، توأم الروح وتوأم الشعلة، الله، على كارت شحال زوينة، هذا الحب، حب توأم الروح، توأم الشعلة عزيزي، يعني يستحيل مهما كانت العوائق، يستحيل يعني حتى واحد ما غادي يفرقكم، هذا حب قوي جدا، حب دائم، وهي نفس المشاعر، يعني هذا توأم الروح، توأم الشعلة، يعني ماذا يعني توأم الشعلة؟ روح واحدة، يستحيل عزيزي تفرق توأم الشعلة، يستحيل، مثل روميو وجولييت، يعني معك أو الموت، قراءة جميلة جدا ومميزة، الله، رغم العوائق، أنا أرى أنها يعني علاقة صعبة، يعني إذا عندما يعني إذا بديت علاقة ستكون صعبة، لكن الحب حب قوي، لن يعني ما غاديش، لا أحد يمكنه أن يهزم هذا الحب، لأنه حب قوي من توأم الشعلة يا ناس، يعني توأم الروح، توأم الشعلة، يعني كل شيء أنتما، قراءة جميلة وقوية بزاف، الله، انفعل، نعم، هذا ما سيحدث في الشهر عزيزي، أنت يعني ما أسعدكم، لأنها قراءة جميلة جميلة بزاف، يعني قوية بزاف، يعني رأيت يعني حب توأم الشعلة، لأن هناك عوائق، هناك عوائق يعني قوية، لكن الحب أقوى من هذه العوائق، نعم، هذا الشخص الذي أحبك في السر، وأنت كل ما تمناه في الحياة، وأنت كذلك، وهذا الشخص أخيرا أخيرا يعني سيتحقق حلمكما، نعم، كانت قراءة جميلة. وبالنسبة للمنفصلين
بدأنا بالمجنون. المجنون يعني طاقة التوتر، طاقة التوتر، ربما أنت أو الحبيب طاقتك هي التوتر. وبالنسبة لطاقة المنفصلين هي طاقة مائية، نعم مائية ونارية كذلك من جديد، وهوائية كذلك. عندنا كل شيء، طاقة مائية نارية وهوائية. واخا مائية يعني برج السرطان العقرب والحوت، وهوائية الميزان الدلو والجوزاء، ونارية يعني أسد قوس أو حامل. واخا قلنا أن طاقة المجنون هو التوتر، هذا الإنسان متوتر، لكن المجنون يعني يتكلم عنك وعنه. يعني قد تكون عندما تكون الذبذبات مرتفعة فهي طاقة التوتر، وعندما تكون الذبذبات منخفضة فهي عفوا عندما تكون طاقة عفوا أنا أشرح لكما الكارت اللي بدينا بها، يعني المجنون عندما تكون الذبذبات منخفضة فهي طاقة التوتر، وعندما تكون الفي يعني مرتفعة فهي طاقة التصرف بهدوء، السلام والوئام والثقة بالنفس، نعم، والإيمان، الإيمان بأن الأشياء ستحصل كما تريدها أنت، نعم، هي يعني نفس الطاقة، رغم أني أتكلم عن وضعيات مختلفة لكنها نفس الطاقة، نعم. هذا الإنسان ما زلت أنت في عقله، ما زلت أنت في تفكيره، لكن لدينا يعني من جديد إنسان يبني حائط بينكما، شخص أرى امرأة تبني يعني تبني عوائق بينكما، وخ هناك امرأة تمنعه يعني تمنعه من التقرب إليك، وتستعمل وسائل مختلفة، لا أدري ما هي هذه الوسائل، لكنها تستعمل وسائل مختلفة ليبتعد عنك، نعم. وأنتما كنتما يعني كنتما تعيشون قصة حب جميلة، وهذه المرأة فرقتكم، وعاد هذا الحبيب من جديد وتحاول من جديد باش تفرقكم. هذه المرأة الله يستر تستعمل وسائل مختلفة، لكن أنا لن أركز في هذه المرأة ولا في ما تفعل، لا يهمنا، نحن نركز في ما هو إيجابي، وأن هذا الإنسان لديه مشاعر، لو لم تكن مشاعره، لو لم تكن هناك مشاعر حب لما تكلمت عنك يعني عن هذا الإنسان، لكن هناك كذلك مشاعر قوية، وكذلك توأم الروح يعني حب صادق، نعم، لكن يعني رغم أن هذه المرأة تحاول إبعاده هو يعود في الأخير، يعود إليك لأنك لم تختفي من خريطة حياته ومن خريطة عقله، أنت ما زلت في عقله ويفكر بزاف فيك هذا الإنسان، نعم. ورغم يعني النهايات يعني تحدث نهاية بسبب هذه المرأة، لكن الحب يعني يبدأ، نعم الحب يعني يخلق بداية جديدة، نعم. هو يعني هذه المرأة يعني لا أدري من هي هذه المرأة، لكن هي تؤثر يعني بطريقة قوية على هذا الإنسان، على هذا الشخص الذي تسأل عنه، نعم، كتبعده يرجع هو لأنه يحبك بجنون، وهي تحاول من جديد ولن تستسلم، لكن صدقوني هذا حب توأم الروح وتوأم الشعلة كذلك، حب صعب كذلك لكن تأثيرات قوية بسبب التأثيرات، يعني حب صعب بسبب التأثيرات لكنه توأم الروح، ويستحيل يعني أن تبعدهما، يعني توأم الروح وخا مستحيل، هو هذا الحب أقوى من المغناطيس، وأراه عزيزي يعود في هذا أو في هذا الشهر، لأنه توأم الروح توأم الشعلة. كانت قراءات جميلة بزاف، لنرى ما هي قراءة كل ما علي أن أقول هو حذاري من هذه المرأة، لأنها لن تستسلم، لن تستسلم، لن تستسلم، لكن يعني هي ليس لديها القدرة على باش تفرقكم، لأنه حب أبدي، صدقوني حب أبدي، حب قوي بزاف، توأم الروح توأم الشعلة من جديد، حب قوي. كانت يعني قراءة جميلة وقوية.
نعم هناك حب قوي يستحيل، وخا ستبعده، عفوا ستبعده، لكن عفوا ستبعده وسيعود من جديد، يعني مستحيل مستحيل، يعني وأنتم نهايتكما هي هذه، يعني أن تكون معا، غادي تعيشوا معا إن شاء الله. لنرى ما هي الرسالة الملائكية. تقول الصبر، الصبر القوى السماوية أو القدرة السماوية لديها دور مهم في حياتك العاطفية، يعني الحماية الملائكية، الحماية السماوية، والحمد لله. قراءة جميلة بزاف وروحاني، هذا حب الروح، يعني حب روحاني، تواصل يعني قوي جدا بالنسبة للعزاب وبالنسبة للمنفصلين. نعم كانت يعني قراءة يعني حب، حب توأم الروح، توأم الشعلة، وأوصفك كملنا، يكفي أن نقول توأم الشعلة، يكفي، وسنتكلم عن توأم الشعلة إن شاء الله. هذا الكارت تقول لك عبر عن مشاعرك، عبر عن مشاعرك، يعني لا تخفي ما في قلبك، وتكلم مع الحبيب وقل له يعني ما تشعر به. وهذا الكارت تقول في الصيف ستتحقق كل أمنياتك. الله ينفع على قراءة، شحال زوينة، كنتمنى يعني تستفدوا، كانت قراءة جميلة جميلة، أنا فرحانة بزاف. ولا تنسوا أن التاروت يعطيكم رسائل وإشارات ومعلومات وعلامات، نعم عزيزي، لكي يعني لكي تروا الأشياء بوضوح، لكن القرار قراركم. نعم كنتمنى لكم الخير، وغادي نبداو بقراءة اختار كارت، و كنتمنى لكم الخير دائما، كنتمنى يا ربي الله يحميكم والله يحميكم من هذه يعني الطاقات السلبية، لكن لا تبالي عزيزي، لأن عندما يكون هناك حب فالحب ينتصر دائما دائما، لكن نحن يجب أن يعني أن نتعامل مع هذا يعني حتى هذه التأثيرات السلبية مع هذه بحب، بهدوء، بسلام، بصمت. اتركوهم يعني يفعلوا ما شاءوا، لماذا؟ لأن الحب هو الذي يفوز في الأخير وينتصر، حتى وإن كانت هذه يعني هذه المرأة لا ندري من هي، لأني لم أركز، لا أريد أن أركز على ما هو سلبي، لأني رأيت حب قوي شديد، لذلك يعني تكلمت فقط عنك وعن هذا الحب الجميل. لكن تلك الطاقات السلبية دعوها دعوها، فهي يعني في مستوى وعي يعني منحط في الحضيض، يعني نحن لا نركز في هذه الأشياء السلبية، نحن نحترم كل شيء لكن نركز في حبنا. ولا تنسوا الدعاء، الأمنيات تتحقق، الأحلام تتحقق، صدقوني صدقوني، فأنا أتكلم من يعني من قلبي ومن خلال تجربتي وتجاربي، فأنا ما زلت أعيش. أحيانا أتكلم كما لو كنت عجوز، لكن لست عجوز. مهم، كنتمنى لكم يا رب الخير، شكرا على تعليقاتكم الجميلة، كنتمنى لكم الخير، كنتمنى لكم الحب، نعم الحب في حياتكم، الحب جميل جدا، إيمان تحب الحب وتعشق الحب، لذلك أتمنى لكم الحب في حياتكم، لأن الحب يجعل الإنسان أفضل، يجعله يغير الإنسان، نعم يغير، لأن الحب هو من يحرك هذا العالم. كنتمنى